جنابا دلی روژاوای آزاد به همو پیکاتین خواه به کردین خواه به عربین خواه به سوریا که داگل خوادر بکردن ببین بونهیم جيت برسومو مسؤول الاتحاد النسائي السرياني في القامشلي. نحن كاتحاد نسائي ضمن المنظمات الخمسة المشاركة في إقامة هذا الملتقى على مدى يومين من أجل إظهار حقيقة ثورة المرأة التي مضى عليها 10 سنوات، وأيضا من أجل كشف كل الصعوبات والتحديات التي لاقتها المرأة منذ بداية الثورة، منذ انطلاقها من خلال تواجهها لعاملين صعبين جدا، هو العمل على المرأة من جهة والعمل على تغيير المجتمع من جهة أخرى. لذلك حملت المرأة منذ بداية الثورة على عاتقها أن تغير في المرأة من نفسها وتغير من مجتمعها بشكل عام. الملتقى كان بعدة محاور، كل المحاور الموجودة أكدت على دور المرأة خلال 10 سنوات من الناحية السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، من الناحية العسكرية وقوى الأمن، وأيضا تواجد المرأة في مراكز صنع القرار وتواجد المرأة في الهيئات والمؤسسات كرئاسة مشتركة وكدور فعال في عملها وفي تطور المجتمع من جهة، وفي خدمة الإدارة الذاتية وتطورها من جهة أخرى. الملتقى أكد اليوم من خلال الورشات التي بدأناها منذ بداية الملتقى اليوم الثاني على نتائج تؤكد على ما يمكن أن تعمل عليه كهدف ومستقبلي في من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأيضا من حيث قانون المرأة في مناطق شمال وشرق سوريا. وهذه النتائج تم قراءتها ومناقشتها في المؤتمر بعد انتهاء الورشات. ثم بدأ المحور الذي تتكلم كل امرأة من مكون سرياني، المكون الكردي، المكون العربي، والمرأة في الشرق الأوسط، عن تأثير هذه الثورة على المرأة في كل مكون، وكيف كان وضع المرأة قبل الثورة كيف أصبح وتطور بعد الثورة، وتأثير هذه الثورة على المرأة في المكون وعلى المكون بشكل خاص، وعلى العلاقات التضامنية والأرث الاجتماعي والأرث التاريخي الذي يجمع بين جميع المكونات وبين المرأة بشكل خاص، التي تحمل في قلبها دائما الأمل والسلام والمحبة. وفي نهاية المؤتمر أكيد في هناك مخرجات، هذه المخرجات ستكون هي نقاشات وآراء ومقترحات النساء في الملتقى، هذا الملتقى الذي ضم نساء شمال وشرق سوريا بجميع مكوناتها ومؤسساتها، وأيضا نساء من الداخل السوري الذين أغنوا هذا الملتقى بآراء ومقترحات ستؤخذ جميعها ويقرأ كبيان في نهاية. وهذه المخرجات ستكون هي طريق للمنظمات والتنظيمات النسائية ولكل امرأة حتى تعمل عليها من أجل الوصول إلى مجتمع ديمقراطي حر، ومن أجل حل أيضا الأزمة السورية ووصول إلى حل شامل لسوريا. عدالت و کبید خبتن. مجلس جنین سوریه جبه حزب و هفدان بل سر اصل سوریه جبو انرژی جنان بکنیک جبو پیش خستن سوری آل سر رگز نمخراسی پر آلی ده خبتن. از ولده بوتی اندام کوردیناسیون کنگرستار. البته اف فرما شورش جن ببونه یا سالوگر دهمین یا شورش نوزده تیرمه هاتی لدار خستن. ارمان جاویجی دنبه وی شورش هد 10 سالی شورش هد گو شورش 19 تیرمه شورش روژاوا با کروجلات سوریه بنوی شورش جنی هات بو ناس کرن. البته یه وایا پیشنگتیه کی جنایا گو سرکد دنبه همه ویش دنبه وی شورش هد اوکی جنی پیشنگتیه کی جنی هبو جبو وی یعنی رونایا گو لسر کارو خبات جن هم بری شورشه روش اجن چاوا بو هر وها ده نوا شورشه ده روشه کی چاوا جیان کر چاوا خبر خستن کر چاوا نزی کی شورشه بو
چوا بناو شورش روجاوا با کروجلات سوریه بشورش جنیهات هات ناسکرن هات پی ناسکرن شو دو یعنی روجا یکمین دو جلسه کم خبات ایگو لسر حفت محور حفت مجارا هات المشاندن اف مجارجي جن بري شورشي روشا جني چوا چوا بو هروها دما شورشي د چوا خو بريخ سنكر او ديسا دنافا دنافا في شورشي د سكفتي جنان ي شورشا جني يگو هاتن قزنج كرين او هاتن هات الناس هات غوتنو او روناي هات لسروان هات داين هروها دريا مداخلة جو هاتن تشكرين شو أم كاربن هين بيتر شورشة خو بشعارة جو اف فورم بي هاتي السروي هاتي مشاندين بهف قرتنا جنا أم شورشة دسكفتي شورشة جنا ببارزن و بيج بخينن يعني أمي شو كاربن هين بيتر آلية برخدانية آلية رخصنبوني آلية رولا رولا جنية يا بيشنك شو هين بيترم كاربن هين قرض بكن د مجارين آلية حقوقية مآهر وها آلية سياسية آلية آبوري قال لك مجاري إيجو جن دنابا فيش ورشة دنابا خباتكي و كالجانكي برمزن دابو إيروجي شو روجا ديامين د چار محوري جو كم خبات يعني ورشة كار لسير ويهاتن كرم بيشنتيا جنه د جبو گهرتن و و گهرتن د جواکی هر وها د آلیه سیاسی د رولا جنه د سیاست د چوا کارب باندور کی خواله سر توای هم آلیه حقوقی هر وها آلیه سیاسی کارب رولا خو بلیزه او هم بهتر د دست کفت یادین بهتر سر کفتنی چه بکه اب مجارانا هات نقاش که هر وها آبوریا جن آبوریا گو بنای جنی آبوریا کوپراتیف و او هات نقاش کردن هر وها خبات گو چوا عالی قانونی عالی قانون جنی چوا هر دوری ببن یعنی بین مشاندن و بین تطبیق کردن جبرگ دهر دهن هری ماده یعنی قسمه کی حطانی رادیه که تی طبقاندن لهن دورا جینا نای مشاند جبر کسی گوت تبلی به فرم بونه جهمی سوریه تبلی بونه هر و کسایت در ول سر زومی تبلی مبون هر و یعنی جن جنکی تونسی لسر زومی بنای سلوا قیقا او تبلی فرم بول سر زومی شورش جنیا د تونسی د آنی زمان ايه 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 حاضر هم كسايتجي هم كسايتجي حاضر بون هر وهاري خصين وحركات انجن اشخوا شش تفقر انجن وحركات انجن ايه قد باكور جلاتي سوريا ده اروا ده سوريا تفاي ده كارو خباتا كيد دل مشاندن يعني بيشنك تيوان هات اف فورما هات مشاندن هر وكي يكتيا ستار هر وها جنين مجلس اجن باكور جلاتي سوريا مجلس اجن سوريا يعني خباتي جو اوان بخوا ددار مشاندن هر وها دنافا فيكم خباتي دي جنولوجي خبات جلو چوا زانست اجن چوا هاتی مشاندن جنین یکینین پاراسنا جن یا پجی یعنی هر بشکی گو ایگو تفلی وی خبات بون بنرین یخوا او به سمینار گو رولا خو چوا د نوا وی شورا شید گرتن انین زمان او اوایا زنگ به مداخله او نقاش گو دندری فرم ده هاتن کرن هم بهتر زنگین بون هات چیکرن کومبونا جن زنوبیا او بخوا جی د ناو ده بو چوا هری من رزگار کری جن چوا خبری خستن کرو او بو هیویا حمی جنین ده هری من رزگار کری هر وا جبو جنین گو ده هری من داگر کری ده اف کوم خبات به به هیویا آزادی اجبو وان جنین ده هری من داگر کری گو دبن کریارین پر خراب ده تیمش یعنی سر وان تیمش راندن سیاست اگو ایریش و گفنگو ایرو روج لسر روج هوا با کروج لاتی سوریه هر وحال سر توایی دست کفتین شورشا روجاوا یا با کروجلات سوریه ولی سر توایی جنا
جو قفوا ايريشتين كرين هدف قرتنا جنين سياسه مدار شوا ام كاربن ببن هيفي وببن برسف لبرامبري فان ايريشا وفان قفي جو ايرو روتين كرين ام دقادة سياسي دهر وهذا قادة ابوري ده قادة حقوقي ده رواد آلية ما فدد آلية حقوقي ده مسألة قانونا حمي أم كشوا كاربن ببن هيفيا حمي جنا قراصتي شورشة باكور رجلات سوريا بشورشة جنا هاتي ناس كرين أم فان دسكفت جاهين بيتر بيش بخن ورولا خوهين بيش أكتر أم ببن مينا كاجبو تواي سوريا هم آلي آوكرنا سيستما قو هاتي مشاندن سيستما جنيا خسريا قو دنافا سازي و رخصنين قو هاني قو هاتي آوكرن يعني رولا ما يا بيشنكتي أما يا سرقة جو أم كاربن فينا بكن مينا كاجبو تواي سوريا وممكن بجبو تواي رجلات عناوين جبر روشة جنين رجلات عناوين جي حمي هاتن يعني روناي هاتن سر أبايا ببهيفي جبو حمي جنا قال لك